أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، تقدم الكلام على أول الآية الأولى الكريمة: كتب عليكم القصاص، وبقي جزء من آخر الآية مررنا عليه سريعا، ولزم التنبيه على ما هو من لوازم هذه الآية في قوله سبحانه: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. يتفق العلماء على أن ذلك، أي ما تقدم من تشريع القصاص، الحر بالحر، العبد بالعبد، الأنثى بالأنثى، وأن هذا إبطال لما كان عليه العرب في الجاهلية، إذا قويت القبيلة أخذت بالواحد منها العدد من غيرها، وأخذت الرجل بالمرأة والحر بالعبد، فأبطل الله سبحانه وتعالى ذلك وجعل القصاص، ومن القصاص معاني القصاص العدالة، الواحد بالواحد، وأن النفوس سواء، وكل إنسان من حيث هو معادل للإنسان من حيث هو أيضا، ولا عبرة في ذلك بين غنى ولا فقر ولا كبر ولا صغر ولا علو منزلة ولا حسب ولا نسب، الناس سواسية كأسنان المشط. ثم بين سبحانه هذا التخفيف وتلك الرحمة في قوله سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء، وهو هذا الفضل التخفيف الذي جاء لهذه الأمة، حيث كان من قبلنا من بني إسرائيل وهم اليهود والنصارى، أنه ليس عند اليهود إلا القصاص، وليس عند النصارى قصاص ولكن العفو أو الدية، وجاء في حق هذه الأمة التخفيف، وجعل لولي الدم الخيار بين خيار ثلاث، وذلك في العمد العدوان: إما قصاص، وإما عفو مطلق، وإما على دية. وهذا التخفيف في هذا الموقف جزء من منهج كامل، ما حدث أو ما تفضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بالتخفيف عما كان قبله، وما وضع عنها مما كان عمن على من قبلها من الإصر والأغلال. وقد كانت الأمم من قبل يؤاخذون بما لم تؤاخذ به هذه الأمة اليوم، كانوا يؤاخذون على الإكراه وعلى النسيان. وقد جاء في الحديث الصحيح أن رجلا دخل النار في ذبابة، ورجلا دخل الجنة في ذبابة، وبين صلى الله عليه وسلم أن رجلين مر بصنم لقوم على قارعة الطريق لا يسمحون لأحد أن يمر به
إلا إذا قرب لهذا الصنم شيئا. فقال لهما قربا للصنم، أما أحدهما فقال والله ما كنت لأقرب شيئا لغير الله. قالوا ولو ذبابة، قال ولو ذبابة. وهنا نعلم يا إخوان أن العبرة ليست بالكمية وليست بالعدد ولكن بالنوعية. العبرة هنا أنه يقدم لغير الله شيئا، اعتبر غير الله شيئا، فقال والله ما كنت لأقدم لغير الله شيئا ولو ذبابا، فضربوا عنقه فدخل الجنة. هذا أكره على أن يقدم ذبابا فامتنع فقتل، يعني لو كان قرب ذبابا على هذا الإكراه لسلم ولكن يؤاخذ، لأن صاحبه استهان بالأمر، قرب ذبابا فتركوه فمضى فدخل النار لأنه قرب الذبابة لله. وهنا سبحان الله، لو تأملنا في الذبابة كيف هي وكيف جاءت ومن خلقها وعلى صغرها وما فيها من عجائب الخلقة ومقومات الحياة، يعجز الإنسان أن يجاريها، تطير بجناحيها، تحمل داء ودواء، لها جهاز الإنسان. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يقول بعض العلماء فما فوقها في الصغر، لأن كلما كان الكائن أصغر كان في الآية أكبر. حينما أنت لما تيجي تأتي وتركب سيارة، هيكل خشب سيارة يسع 2-3 سهل عليك، لكن تيجي تعمل ساعة في فص خاتم هذا دقة زايدة، أو يعمل مسجل الآن نتعجب، ساعة في اليد فيها إلكترونيات، آلة حاسبة ومسجل وساعة ويمكن تلفزيون فيما بعد أيضا. فكلما صغرت الآلة كلما كبرت المعجزة والعظمة. يهمنا بأن من كان قبلنا يؤاخذ بالإكراه، ما أكره عليه، كذلك بالنسيان. أبونا آدم عليه السلام وعهدنا إلى أفايش فنسي ولم نجد له إيش أزمة، أخذ بالنسيان. فجاءت هذه الأمة وجاء أواخر سورة البقرة، وكلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول المولى قد فعلت قد فعلت، وخاتمتها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اعف واغفر وارحم، كل صفات الرحمة اجتمعت في هذا. أنت مولانا، لا ما لنا غيرك، نرجع لمين؟ إن لم تغفر من ذا يغفر؟ العرابي اللي كان يطوف بالبيت يقول اغفر إن لم تغفر من ذا يغفر، بعضهم يزيد فيها عبارة وإلا الجنة تصفر، يعني ما كنش فيها أحد، إذا ما غفرت لعبادك الجنة حتكون فاضية ما تحصل من يجيها. فإن لم تغفر من ذا يغفر؟ ما في أحد إلا هو سبحانه. ومن هنا يقول صلى الله عليه وسلم رفع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وأجمع الفقهاء أن من أكره على ذنب فلا ذنب عليه، ولكن بقي تحقيق الإكراه كيف يكون. يهمنا في قوله سبحانه ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. وكلنا يعلم في حدث المعراج لما أوتي صلى الله عليه وسلم بـ50 صلاة ومر بالكليم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال بما أوتيت يا محمد؟ قال فرض علي 50 صلاة، قال لا ضف، ارجع وسل ربك التخفيف، فإني بلوت بني إسرائيل قبلك بأقل من ذلك وهم أقوى أبدانا فلم يستطيعوا. فرجع
صلى الله عليه وسلم ولا زال يتردد وتنزل خمسا فخمسا حتى استقرت على خمس في العمل وخمسين في الأجر، الحسنة بعشر أمثالها. ومن هنا أيها الإخوة نرى ويجب أن لا ننسى ذلك أبدا أن الشريعة الإسلامية هي شريعة التخفيف والرحمة وليست شريعة التشديد والمشقة، كلا. وخذ جميع التشريعات تجد عند التعذر ينفتح باب الفرج، تأتي الرخصة، وما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا واختار إيه؟ أيسرهما، وقال يسروا ولا تعسروا. فإذا جئت إلى العبادات تبدأ بالصلاة، مفتاحها الطهارة، إن عجز عن الماء تيمم، إن لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حالته. يشترط أن يستقبل القبلة، فإن تعذر عليه صلى حيثما كان. إذن الصيام مرضى أو على سفر عدة من أيام أخرى، الحاج من استطاع إليه سبيلا، الميتة محرمة، من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فتجد كل التشريعات في الإسلام عنصر الرحمة متوفر فيها. وعلى هذا ينبغي للمسلم إذا كان في طريق وهناك طرفان أو أمامه طرف شقان أحدهما شاق والآخر ميسر، ما لم يكن فيه استحلال لما حرم الله ولا تحريم لما أحل الله فليختر الأيسر. ومن هنا حرم على الإنسان أن يشق على نفسه. يقولون في الطواف إذا طفت وبينك وبين جدار الكعبة ذراع، لو قدرنا هذا الشوط 200 متر، لو ابتعدت عن الكعبة 100 متر في المسجد وطفت، كم يكون هذا الشوط؟ 1000 متر. 1000 متر يعني 5 أضعاف. أي الشوطين أقرأ أفضل عند الله؟ الذي هو ألصق للكعبة ولو كان أقل خطوات. ولا تقول أنا أبعد لأكثر الخطى وأشق على نفسي حتى أحصل على أجر أكثر، لا، ليس من الدين. لك بيت والمسجد عندك وله طريقان، واحد صغير واحد طويل، لفة تقول لا أنا ألف وأطول عشان زيادة الأجر، لا، ليس من السنة. ذاك في العيد كان صلى الله عليه وسلم يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، فرصة لمقابلة الناس في هذا اليوم ليرونه ويهنئون بعضهم بعضا ويستبشرون بهذا اليوم، فله مناسبة. لكن أنت تقول أنا أفعل كذا عشان كذا، لا. وكلنا يعلم ولا يخفى على أحد النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت رسول الله وسألوا عن أعماله داخل البيت، فأخبرتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، والله رسول الله في الليل ينام ويقوم، وفي النهار يفطر ويصوم، ويكون مع أهلي في حاجة البيت. فهم قالوا هذا رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإحنا في النروع، وواحد منهم يتعاهد أن يفعل كذا وكذا وكذا، لا آتي النساء، لا آكل كذا، لا أنام الليل، لا أفطر النهار. فيأتي الرسول صلى الله عليه وسلم وتخبر أم المؤمنين، ويأتي إلى المسجد غضبان، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، إني والله لأتقاكم لله وأخشاكم لله، وإني لا أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي، يعني سنته التوسل. نزيد خطوة صغيرة يا إخوان، وهي أن هذه الأمة بالذات كانت خير الأمم وكانت شهيدة على الأمم المتقدمة. بأي شيء؟ بكونها وسط، لا إفراط في العبادة ولا تفريط في الواجبات. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. إذن
خير الأمور كما يقول الناس إيه؟ الوسط، لا إفراط في أوامر ولا تفريط في نواهي، وذلك هو سمة الإسلام الحقيقية، دين الرحمة ودين السماحة. والرسول صلى الله عليه وسلم دائما يوصي، وكما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما. وقال: لا تشددوا يشدد عليكم. إذن الرجل أيضا الذي جاء وقال: يا رسول الله، سلم على رسول الله، فرد عليه السلام سلام عاد، قال: أنت ما عرفتني، قال: من أنت؟ قال: أنا الذي جئتك العام الماضي وسألتك عن كذا. قال: ها، ما لك تغير لونك وشحب جسمك، إيش بك تغير؟ قال: مذ فارقتك ما أفطرت يوما ولا نمت ليلة، يعني صايم نايم على قائم على طول. قال: لا، شققت على نفسك، صم وافطر، صم كل شهر 3 أيام. قال: أطيق أكثر من هذا؟ قال: صم الاثنين والخميس. قال: أطيق أكثر من هذا؟ قال: صم صيام أخي داود، خير الصيام صيام افطر يوم وصم يوم. قال: أكثر من ذا؟ قال: لا، هذا خير الصيام. رجع الرجل، كبر سنه، عجز عن يوم فيوم. قال: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله. ما يقدر يرجع لأنه عاهد رسول الله على ذلك. ولهذا يقولون: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. لما تركب جواد رايح به إلى جدة وتخليه على مه يمشي المشي العادي، وإذا جنت إلى أرض فيها ربيع نزلت واستراحت وخليته يرعى على هواه، فإنك تصل جدة وترجع من جدة وفرسك على ما هو عليه. لكن إذا ركبت الجواد وأطردته وتركته على أقصى جهده إلى الفريش فقط، عند الفريش يجي وطيح في الأرض هالك. أنت تبغى جدة لكن أنت ما أبقيت على فرسك، فلا قطعت الطريق ولا أبقيت على الفرس، بسبب إيش؟ إجهادك لجوادك فوق طاقته. وهكذا الإنسان، فإذا كان الله سبحانه وتعالى يخفف عنا ويرحمنا، ألا يرحم بعضنا بعضا؟ والله من باب أولى. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وقدمنا التنبيه على هذا بأنهم كانوا إذا قبلوا الدية ثم ظفروا بالقاتل قتلوه. ومعلوم عند الجميع أن من قتل قاتل مورثه بعد قبول الدية قتل. وبفضل الله يا إخوان وتحقيق الشريعة، حضرت حادثة في الرياض قبل المغرب بحوالي نصف ساعة فقط في عهد الملك سعود رحمه الله. هناك يعزلون السوق بدري، وعند تعزيل السوق فإذا أسمع طلقة رصاص، الناس في وسط السوق سجت، ايش فيه؟ قالوا: فلان قاتل أبي فلان، وقبل الورثة جميعا الدية، وانتهى الأمر إلا واحد من أولاد المقتول لم يقبل الدية، فلقي قاتل أبيه فقتله. الملك سعود رحمه الله وهو في قصره لما سمع وجيء بالرجل قال: حالا اقتلوه محل ثاني، فقتل بجانب الشخص الآخر، لأن هذا يؤدي إلى فوضى. عفي وقبلت ودفعوا إليك الدية، سقط حق القصاص. فالذي يعتدي بعد ذلك له عذاب أليم في الآخرة ويقتل في الدنيا، لأنه انتهى حقه ولم يبق له في القصاص حق. وهذا تخفيف من الله سبحانه. كما أنهم يقولون، وأشرنا ذلك البارح، لو أن صديق المقتول جاء وقتل القاتل وليس له نصيب في الدم، فإن القاتل يقتل ولو قتل قاتلا، لأنه ليس له حق فيه، ولي أولياء المقتول الأول الدية من مال القاتل. وعلى هذا فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى فله عذاب أليم. تأتي الآية الأخرى ولك أنها
من ثمرات الآية التي قبلها. نعم. ولكم في القصاص حياة. لكم هنا خطاب موجه لمن؟ هناك من يقول موجه للأمة بكاملها، وهناك من يقول موجه لولاة الأمر الذين يملكون تنفيذ حكم القصاص، وهناك من يقول لكامل الأمة بدون تمييز بين قاتل ولا مقتول وبين ثالث من عنهما. والذين يقولون موجه لولاة الأمر يقولون لأن تنفيذ القصاص لا يكون أبدا إلا من ولي الأمر. وهذه الناحية أخذت دور من تطور التشريع الجنائي، لأن كان أولا وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بقاتل وجاء ولي الدم ربط القاتل بحبل واقتيل، سمي القود لأنه يؤخذ ويقوده كما يقود الدابة، ويذهب به ولي الدم فيقتله. كان ولي الدم هو الذي يتولى تنفيذ القصاص بتسليط وأمر من مين؟ من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. ما يقضي في الشارع ويجي يقتل، لا، يأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت عليه أنه قاتل، ويثبت شرعا أنه مستحق للقتل. من الذي ينفذ؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدفع إليه برمته، الرمة الحبل القديم، كأنه يقاد إليه ويأخذه ويقتل. ومن الذي يقتل من بقية الورثة؟ قالوا من فيه الصلاحية، قد يكون فيهم الإيش؟ المريض، قد يكون فيهم السفيه، قد تكون فيهم المرأة، من يصلح لتنفيذ القتل بالفعل. فلما كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ربما وقعت منازعات إما في الحكم وإما في التنفيذ، فكتب عمر رضي الله تعالى عنه لجميع الولاة في الأمة لا يقاد من قاتل إلا بعد أن يعرض علي. وأصبح هذا نظام عالمي، أي محكمة في العالم ممن يأخذ بحكم القصاص لا يمكن أن ينفذ حكم القاضي الذي حكم إلا إذا رفع إلى ولي الأمر من ملك أو رئيس أو غير ذلك، ويصدق على الحكم الصادر من المحكمة ويأمر بتنفيذه. ولماذا؟ أولا للتثبت من الحكم. ونعلم يا إخواني أيضا أننا في هذه البلاد ولله الحمد لا يحكم في قتل إلا من ثلاثة قضاة، لجنة مشكلة من قضاة ثلاث ينظرون في القضية وبجميع ملابساتها، حتى إذا تقرر عندهم أن هذا المدعى عليه فعلا قاتل بإقرار أو بشهادة أو بأنواع الإثبات وحكموا بالقصاص، ترفع إلى هيئة التمييز خمسة قضاة، وبعد هيئة التمييز مجلس القضاء الأعلى، وبعد مجلس القضاء لولي الأمر. كل ذلك من أجل احتياطا في الدم. فإذا جاءت الأوراق بالأمر بالتنفيذ يكون التنفيذ لمن؟ للقضاة الذين نظروها؟ لا، يكون التنفيذ لمن؟ للتمييز، لمجلس القضاء، لولي الأمر، حتى لا تشد جماعة أو تحمل قبيلة أو طائفة شيئا على قبيلها، لأن من توقف أو وقف أو حال دون ذلك يكون واقف ضد ولي الأمر، فولي الأمر هو الذي يدبر أمره. وعلى هذا
فمن عفي له كتب ولكم في القصاص حياة. الخطاب موجه لولاة الأمر الذين ينفذون ذلك. وهنا يبحث العلماء أيضا في القصاص ولكم في القصاص. القصاص من جهتين، من جهة القاتل يقتل، ومن جهة العدالة والمساواة في صورة القتل. فكان المفروض كما جاء في الحديث: من قتل بالسيف قتل بالسيف، من قتل بالتغريق غرقناه، من قتل بطعن بالرمح طعناه، من قتل بالسم سممناه، وإلى آخره، لتكون مساواة في صورة الفعل كما تدين تدان. ولكن قد تقع صور من القتل محرمة، كمن أحرق إنسانا، هل نحرق الإنسان الحي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب بالنار إلا رب النار. قد يقتله بمحرم، يسقيه خمرا، يسقيه حتى يفري كبده فيموت من حرارة الخمر. هل نسقي إنسانا خمرا؟ محرمة. بعض العلماء يقول: نسقيه خلا حارا حادا حتى يؤثر فيه ما أثرت الخمر. لكن قد يطول أمره وقد يقصر. وكذلك نوع السم ولا مقداره. قالوا: إذا لا تتأتى المساواة في كل حالة. فاتفق العلماء على أن يكون القصاص ضربة بالسيف، كما جاء في حد الساحر: حد الساحر ضربة بالسيف. فاختير الآلة القصاص هي السيف. وجاء الحديث: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته. هذا من الرحمة. بل ذكر الفقهاء تبعا للمهاد الموضوع من نسبة الرحمة ألا يحد السكين أمام الشاة التي ستذبح، وحدها بعيد، وألا يذبحها أمام أولادها الصغار، يعني وديها بعيد عن غنم ويذبحها بعيد لا تشوفها الغنم، أن في هذا ترويع. سبحان الله العظيم، إلى هذا الحد يريح الذبيحة، ينيمها، يضجعها، حتى قال لم يعرض عليها الماء قبل أن يذبحها، وإذا أضجعها يبعد الحجارة على المحل اللي حتنام عليها، يرح ذبيحته. إذا كان هذا في الشاة وهي مأكولة ونعمة مسخرة في يدك، فكيف بالإنسان؟ فرأوا بأن آلة السيف هي أرفق، أو هي أيسر، أو أعدل تكون لعامة الناس في أمر القصاص. هناك حالات لها ظروفها، كالحالات العسكرية رميا بالرصاص، ولا فعلا بكذا، ولا المشنقة، ولا أمور أخرى، الذي جاء في الشرع إنما هو ضربة بالسيف. ولكم يا معشر أولياء أمر المسلمين ويا عامة المسلمين في القصاص حياة. يقول بعض العلماء: القصاص قتل والحياة ضد القتل، فكيف يكون الضد يأتي بضده؟ إذا كان لك القصاص يأتي الفناء، لكن بقول لك لا، القصاص يجيب حياة. ومتى كانت النار تجيب مية؟ هذا ضد الماء، يطفي ليه؟ تطفي النار. قالوا لا، هذا شرع الله. وهذا من العجب أن الضد ينتج الضد. قالوا في المعنى العام: ولكم في تنفيذ القصاص حياة، تنفيذ امتثال أمر الله. وبعض العلماء يروي قراءة يذكرها ابن كثير: ولكم في القصص حياة. القصص بمعنى القرآن، نحن نقص عليك. فقال: ولكم في القصص، يعني في القرآن الذي قصصناه عليكم، كتب عليكم القصاص في القتلى، فيه حياة لكم. يكون بمعنى: ولكم في امتثال أوامر الله حياة. استجيبوا لله إذا دعاكم لما إيه؟
يحييكم. وفعلا القرآن هو الذي يحيي القلوب ويحيي العباد ويحيي البلاد، لأنها هي الحياة الحقيقية والباقية. المؤمن حياته مستمرة لا تنقطع، وإنما تأتيها فترة توقف ثم تستأنف من جديد، والكافر حياته موقوتة. فالمسلم حياته دائمة، إن كان في الدنيا ففي ظل كتاب الله، وإن كان بعد الموت في الدنيا فهو حي، وتأتي الشهداء أحياء عند ربهم. إذن ولكم في القصص يعني القرآن، ومنه الذي قصصناه عليكم، كتب عليكم القصاص في القتل. وهذا وكذلك القرآن روح ونور وحياة، ولكن القراءة المشهورة ولكم في إيش؟ القصاص حياة. وأشرنا إلى ما قال العلماء في هذا المعنى، بأن الشخص الذي يعزم على القتل إذا علم أنه سيقتل كف، فأحيا ذاك العدو وأبقى على حياة نفسه. فتشريع القصاص حياة للطرفين القاتل والمقتول، وهذا مما ينبغي على العالم كله مسلمه وكافره أن يأخذ بهذا التشريع. ومن العجب أن بعض الدول لم تأخذ به والبعض يأخذ به، أكثر الدول العربية أو الإسلامية واخدة به. وكان من الغريب، أذكر من حوالي أكثر من 30 سنة عرض موضوع القتل للقاتل في قانون مدني، يعني على أنه نوع من تقرير الأمن، وكان في لبنان. وعرض القانون الذي يطالب بقتل القاتل قانونا على البرلمان، فاختلفوا. أكثر أعضاء البرلمان وافقوا، وواحد من أعضاء البرلمان عارض، قال لا يقتل، هذه وحشية، واللي مات مات. واحد تاني تحمس قال يقتل. اشتد النزاع بين الطرفين، فإذا بالذي يقول لا يقتل يخرج مسدسه ويقتل زميله في المجلس. حالا أقر المجلس قتل القاتل، لأنه لو كان يعلم بأنه إذا قتل قتل، ما قتل زميله في المجلس أمام الناس. إذن الفطرة، والعرب في الجاهلية كانت تقول القتل أنفى للقتل، وناقشها العلماء من حيث المقارنة في البلاغة في التعبير، وهذا في الواقع لا مقارنة بين كلام الخلق وكلام الخالق سبحانه. فهنا ولكم أي معشر المسلمين وخصوصا أولياء الأمور، لكم في تنفيذ القصاص حياة. وأقول يا أخوان، ليست الحياة قاصرة على الطرفين القاتل والمقتول، بل الأمة. إذا لم يقتص من القاتل لقاتله، ماذا سيفعل أولياء الدم؟ هل يرضون بالذلة؟ لا والله. العربي في الجاهلية قال أكلت دما إن لم أروعك بضرة بعيدة مهوى القطر مياسة القد أو طيبة النشر. يدعو على نفسه أنه يعجز عن القصاص وأن يقتص من خصمه إن قدر عليه ذلك، ويلجأ إلى أكل الدية التي هي الدم. أكلت دما يعني دية عن الدم، وكن لأني أكون عاجز أكون ضعيف. الله. فإذا لم يقتص للقاتل لأولياء الدم سيتحمسون، زي هذا اللي قتل قاتل أبيه في الصفا بعدما قبلوا. فإذا لم يكن قد قبلوا، ولم تكن هناك حكومة تقيم العدل، ولم تأخذ من الظالم للمظلوم، سيقوم هؤلاء يقتلون من أولئك ويرجع أولئك يقتلون من هؤلاء. هل تستقر حياة بعد ذلك؟ لا والله. ولا يبقى واحد من أسرة الطرفين مطمئنا ولا مستقرا في حياته، لأن الكل متربص بالآخر والكل يريد أن ينتقم. إذن القصاص هو الذي يحيي الجميع، وهو الذي يؤمن الجميع. ولكم في القصاص حياة. ولذا يقول البلاغيون تنكير كلمة حياة لتعم
إذا نجعلها أعم من الطرفين، من القاتل إذا أراد أن يقتل، ومن المقتول إذا كف عن قتله، بل حياة للأسرتين وحياة للقبيلة أو حياة للقبيلتين. لقد وجدنا فيما سبق في العرب لقتل واحد شخص تقوم الحرب 40 سنة. داحس والغبراء ماذا كانت أمرها؟ إذن ولكم في القصاص حياة عامة وليست خاصة بالطرفين فقط. يا أولي الألباب، ما قالش يا المسلمين ولا قال يا المؤمنين، قال يا عقلاء يا أصحاب العقول. اللب هو العقل، لأن لب الشيء داخله، والإنسان بدون عقل ما له لب، زي الثمرة اللي فاضية. لما تأخذ بذرة لب ولا دبة ولا أي شيء، جمل ولا بندق، وخالية من اللب اللي فيها تبقى معفنة. فكذلك الإنسان بدون لبه فهو خاون، لا عقل ولا قيمة له. وعلى هذا يخاطب المولى سبحانه في هذا المعنى عموم أولي العقول، يا أولي الألباب، كأنه نداء عام لعقلاء الأمة. إذن العقلاء هم المسؤولون عن أمن الأمة، وهم المسؤولون عن اتباع والتنفيذ المشروع، وهم المسؤولون على أخذ بالأخذ على أيدي السفهاء. يا أولي الألباب لعلكم تتقون. تتقون ماذا؟ معلوم أن التقوى مأخوذة من الوقاية. تقول اتقيت كذا بكذا، اتقيت السهم بالدرع، أو اتقيت الرمح بالترسي. لعلكم تتقون ماذا؟ تتقون بأي شيء؟ لعلكم بتنفيذ القصاص والأخذ بالتشريع تتقون خطر وشر لو تركتم الأخذ بكتاب الله مما يشيع من الفوضى. لعلكم تتقون الله فيما أمركم، تتقون أنفسكم فيما يقع بكم. إذن عام أطلق المفعول به ليعم كل شر، وأقرب ما يكون لعلكم تتقون الله بتنفيذ ما أوجب عليكم، كتب عليكم القصاص في القتلى، تمتثلون الأمر ولا تخرجون عليه.